قتل 24 مسلحا من الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية في مقاطعة نانجرهار شرقي أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت الحكومة المحلية إن الحملة غطت أجزاء من منطقة أشين خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن مقتل 24 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية وإصابة آخرين. بينما استمرت عمليات التطهير التي تشنها القوات الحكومية في منطقة أشين على مدار الشهرين الماضيين للقضاء على جماعة متشددة وضمان الأمن في البلاد.